أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وقوف الأردنيين حكومة وشعبا صفا واحدا خلف الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك من القضية الفلسطينية العادلة. وفي تغريدة على تويتر تعقيبا على مقابلة جلالة الملك مع مجلة ديش بيجل الألمانية المنشورة، قال الرزاز إن الموقف الملكي من القضية الفلسطينية وعدالتها ثابت لا يتزحزح، مؤكدا أن القيادة الهاشمية الحكيمة لم تحد يوما عن الحق ولم تساوم على المبادئ الراسخة.